السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نخرج شي شويه على برا، غنمشيو لواحد المحل ديال الاتات، في داكشي ديال الصالونات، فيه الكراسه، الطبالي، يعني كاع داكشي ديال اللي تيخص الدار كاين فيه. فيه داكشي ديال الكوزينه، كاع المعن ديال الكوزينه، داكشي ديال الحمام، واللوازم ديال الرياضه حتى هما، كلشي كاين فيه. يعني محل كبير بحال الشكل ديال ايكيا، فيه كلشي، وداكشي عندهم زوين وصحيح. المهم انتم معايا، تنتمنى الفيديو يعجبكم. غادي نمشيو حنا نشوفوا واحد، خاصه انا واحد الطبيله غادي نمشيو نشوفوها. يلا بقاو معايا. Thank you.
سالت الجولة ديالنا، تنتمنى تكون عجبتكم وخديتوا فكرة على كيفاش ديري المحلات هنايا ديال الأتات في ليبروفيل. صافي خديت شي تويشيات ولقينا الطبلة اللي بغينا وصافي دابا حنا راجعين للدار. وصلنا صافي هنا غنوريكم هادشي اللي خديت. خديت هاد لي طاس ديال القهوة، المهم ضروري انا مشيتي تمشي على حاجة تتولي صدقة جايبة حاجة اخرى. خديت هادو وديال القهوة فيهم 8 غاليينش بزاف، وكاينين كاين هاد البارتي هادي ديال الزبدة، حيت كاين عندي ديال هذا البلاستيك دغيا تيتهرسو ولا ما قلت هادي ديال الخشب مزيانة، وكاين هاد الكيسان هادو ديال اتاي تاما 22 سنتيلتر زوينين. هذا خديتهم تاهما تاهما رخاص، كانت ديالنا شي 4 أورو 6 مزيانين الاتاي سامبل، ما فيهمش لا زواق لا والو سامبل. وصافي دابا ندوز نوريكم الطبله اللي غادي نبدلو. عندنا الطبله هذه فيها غير 6 ديال فيها 6 ديال الكراسه، بغينا ناخذ شي وحده تكون يكونوا فيها 8 يعني باش ينجو عندنا الناس كثار وداكشي يلقاو فين عرضوا على خاطرنا اللي بغينا. وصافي هنا غادي تكون نتاع الفيديو ديالنا، تنتمنى تكون عجبكم وبسلام عليكم، الله المعين، بسلامة.